السلام عليكم، معكم شرط كوثر انفيرميير بوليفالون. جو سوي انفيرميير ديال ريانيماسيون ديال كوفيد، خدامين هنايا صافي لونطوم اللي بدا الكوفيد وحنايا كنخدموا. اليوم جا قرار، هذه بعدا قبل هادشي هذا كامل يومين وحنايا لا ماكله لا غدا لا فطور لا ما لا حتى شي حاجه مع الصهد والحراره. تخيل انك كتقيل دوغارد 12 ساعه، وملي كتمشي لوطيل كتسقسيهم على الروبا كيقول لك ما كايناش. كتبات دوغارد في الصباح كتبغي تتغدى، ملي كتنوض كيقول لك الغدا ما كاينش، ما جاش الماء ما كيجيش. هذه اولا نقطه، واخا الانسان يكون ما نعرف فين هو، هذا حقنا، ابسط الحقوق انك تاكل باش تقدر تخدم. هذه النقطه هذه ما كايناش. اليوم جا قرار من لي زوتيل، مع جاو شي مسؤولين كيقولوا لنا نتوما عليكم بالافراغ، بحال يقول لك عقلك حنايا لا شيء، جمعوا حوايجكم، عندكم فرصه من هنا 12 نهار تكونوا مشيتوا في حالكم. ملي قلنا لهم اسيدي حنا خدامين في الكوفيد وكنمشيو للديور ديالنا، وهذه كاين اللي ساكن مع ناس في العماره اللي مشى لدارو، كيما مشى جاو دقوا عليه الجيران قالوا له سمحنا كطلع في الدروج وانتينا كتكون خدام، شعرك يهز الفيروس، يدك رجلك ما يمكنش. عندنا ولاد صغار، عندنا عائلات، عندنا هذه، ما يمكنش هذا الشيء. هذا القرار اللي جاء انكم غادي تمشيو لديوركم وتخدموا في الكوفيد. واش شي واحد كيخدم في الكوفيد غيهز وغيمشي لدارو غيبقى بالبافيت جالس مع دارو؟ واش غادي تشرب من كاس وغادي تبقى عامل منه اتونسيو؟ واش تشرب موراه ماماك؟ واش تشرب موراك باك؟ واش شي واحد من خوتك؟ هذا الشيء هذا راه حشومه، ما خصوش يتعمل في حقنا كموظفين. واصلا حنايا تنهكنا، صحتنا مشات، رجعنا ديبريمي. كل واحد فينا هنايا كيكون نهار كيدخل كيقول اشهد ان لا اله الا الله، عاد كيدخل كيموتوا مئات الناس قدام عينا، كنخلي لهم مجهود كبير. ابسط حاجه توفرنا هي من بعد ملي نخدموا نمشيو نجبروا بعدا غير بلاصه ندوشوا فيها، نصبوا فيها حوايجنا، ما ندخلوهمش هذاك الديور ديالنا. وهذا الشيء هذا كامل ما كاينش، كما كتشوف هنايا الناس هادو كاملين، وباقي ناس وحدين اخرين اللي مع ذلك ما كيتاوش لا كارد، هما خدامين ولكن طالبين غدا في الصباح فين غيمشيو؟ واش غيخرجوا هيداك بلي ميكروب ديالهم بلي جيرم ديالهم فيروس ديالهم غيمشيو لدارهم عند ولادهم عند عائلاتهم؟ كاين اللي معنا هنايا ناس عندهم ولادهم ازماتيك، معنا السيد اللي خمس شهور ما شبر بنو باسو، علاش؟ حيت بنو ازماتيك وكيخاف عليه. بغينا هاد تشوفنا الحل، راه حنايا ما رافضينش اننا نخدموا، حنا رغم هاد الظروف القاسيه وهاد الصاد والكومبين اللي ما يقدر حتى واحد نتحدى واحد يجلس ليه ساعه د المكانه، وكنخدموا وكنقولوا حنا باغيين ونكملوا الخدمه حتى ان شاء الله يا ربي يبان الفاكسا ونعملوه البوبيلاسيون كامله، عاد نمشيو في حالنا من هنايا. حنايا صامدون، ولكن اقل حاجه اضعف الايمان ماشي هيدا، ما تخرجوناش بهاد الطريقه اللي بنا فيها كاننا لا شيء، تهز حوايجك ويخرجوك تجين هنايا توقف، ما عندك فين غادي تمشي، حشومه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.